حكيم اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. مظبوط فعليا طمني، مين صدره اكبر؟ سهام او ليال عبود؟ تفضل. يعني عادي بدي رايك بتجرد حكيم، يلي بفوت على غرفه عمليات جراحه التجميل بلاقيها كثير سهله، ما بتفرق الا كم جرام بتحط على الحشوه بين ال 500 وال 400 نفس السعر وبيختلف القياس بس هون شو مبين معك؟ كله منيح كله بضيع